السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنشتغل للصف السادس، مراجعة برضو جديدة وامتحان جديد ومحافظة جديدة إن شاء الله، زي ما بنعمل بقالنا فترة. والناس الجديدة معايا أهلا بكم أولا في القناة، يا رب تكون فيديوهاتنا أفادتكم. فيديوهات الصف السادس كلها، عشان في ناس بيقولوا اعملي شرح واعملي، هما ما يعرفوش لأن هما لسه داخلين القناة جديد. كل فيديوهات الصف السادس موجودة في قوائم التشغيل في القناة، في العناوين اللي فوق أول ما تدخل القناة قوائم التشغيل، هتفتحها تلاقي قائمة التشغيل مكتوب عليها الصف السادس، هتلاقي فيها كل الفيديوهات الشرح والمراجعة بتاعة الصف السادس. نبدأ الفيديو بسم الله، بس قبل ما نبدأ أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله، ولو الفيديو عجبكم تعملوا له شير عشان كل أصدقائكم يستفيدوا. ونبدأ الفيديو بسم الله. النهاردة إن شاء الله هنحل محافظة بني سويف زي ما انتم شايفين، بناء على طلباتكم. ناس كتير طلبوها مني، وفي محافظات تانية برضو انطلبت. إن شاء الله أنا على قد ما أقدر بحاول إن أنا أنفذ لكم رغبتكم، وهنعمل المحافظات التانية إن شاء الله. أنا في صفحة 63 دلوقتي في كراسة المعاصر اللي هي طبعا معاكم بتاعة الامتحانات اللي احنا شغالين منها. محافظة بني سويف طبعا زي ما احنا شايفين كل المحافظات نظام الامتحان واحد، اللي هيجينا اول سؤال listening كل نقطة فيها A و B، بتستمع بس المعلم في الامتحان وبتحط دايرة حول الجملة اللي انت بتسمعها سواء A او B زي ما قلنا في كل الامتحانات. بالنسبة للسؤال الثاني، دي عبارة عن محادثة، هتستمع برضو للمعلم في الامتحان، بس طبعا قبل ما المعلم يقرأ يبتدي يقرأ انت لازم تكون شفت المحادثة بين مين ومين والموضوع العام بتاعها ايه، طبعا لانك مذاكر ومش هيجيب لك المحادثة بره المنهج اللي انت مذاكره. دايما المحادثة هتيجي في اطار اللي انت اخدته في المنهج سواء كلمات او قواعد، والمحادثة دي هيبقى انت اخدت زيها برضو في المنهج. هنا رامي وصفاء، تمام. سوري. رامي بيقول is this cinema metro، فهتقول له yes what can I do for you what are your hours hours يعني ساعات، تمام كده. what are your hours، تمام. hours يعني ساعات، اخدناها في المنهج اللي هي اولها اتش، وطبعا ما بننطقش الاتش، فهتكتب هنا كلمة hours. ساعاتكو امتى، او بتفتحوا، هو يقصد هنا بالسؤال ده مواعيدكو ايه. we are open، open ها كلنا عارفينها هنكتبها هنا. طيب how much does it cost to get in، how much يعني ما التكلفة اللي بيكلفها التذكرة او الدخول عندكو. the ticket is 2 pounds، يبقى هكتب هنا كلمة pounds وهنا much، تمام. بس زي ما اتفقنا المعلم هيقراها لكم، ما تقلقوش خالص. السؤال اللي بعد كده بيبقى دايما let's choose زي ما احنا عارفين ودربنا كتير، عبارة عن 8 جمل، بيجيب لك في كل جملة 4 اختيارات وبنختار الإجابة الصحيحة، بنستبعد الأول الكلمات اللي ما تنفعش، تمام. actor sign many ايه، actors يعني ايه الممثلين، خدناها في المنهج. بيوقعوا كثير من الايه، ها خدناها على بعضها كده sign autograph، يوقع autograph اللي هي دي. نمبر 2 علي sat in the sun، علي جلس في الشمس، and a sunburn، sunburn يعني حمام شمس، بتاخد الفيرب ايه get، بس هنا هناخد got عشان الماضي عشان هنا بدأ بماضي، تمام. علي جلس في الشمس واخد حمام شمس، تمام، يبقى got. نمبر 3 my mother is the best ايه، لازم اكمل الجملة الاخيرة عشان اعرف هختار ايه. my mother is the best she cooks delicious food، بتطبخ طعام لذيذ، يبقى شيف. نمبر 4 سالي went to the supermarket and ate some groceries، سالي ذهبت، خلي بالكوا بقى كنت لسه هقولكوا دلوقتي، لو الجملة بدأت ماضي يبقى بقية الأفعال ماضي. سالي went to the supermarket، سالي ذهبت للسوبر ماركت، تمام، واشترت بعض البضاعة أو سلع البقالة. هنا went يبقى لازم الفعل التاني يكون ماضي برضو، مادام and ومعطوفين على بعض يبقى ماضي وماضي، لو مضارع يبقى مضارع، يبقى هنا ايه هختار ايه both. number 5 I have a of coffee every morning، الكوفي قلنا بنعبر عنها بايه بكب، يبقى a cup of coffee. number 6 hello، عايز اقول مين بيتصل او مين بيتكلم، يبقى who is calling.
رودينا أيمن، يعني ردت عليها قالت لها رودينا أيمن. تمام. نمبر 7، إيه شي إيفر جو تو سكول أون فرايديز، هل هي بتروح المدرسة كل يوم جمعة؟ طبعا مادام شي يبقى داز. تمام. هاو إيه دو يو فيزيت يور جراند بو، هعرف من الإجابة، لازم أكمل قلنا الجملة الأخيرة عشان أعرف هختار إيه. كم مرة أنت بتزور جدك؟ وانس أويك، مرة في الأسبوع، يبقى هو هنا قصده كم مرة، يبقى هاو إيه؟ هاو أوفن. كده يبقى سؤال لتشوز خلص. السؤال اللي بعد كده سؤال الجملة المختلفة، بنقرا الكلمة المختلفة، بنقرا السطر بيبقى فيه أربع كلمات، كلمات متشابهة وكلمة واحدة مختلفة، بشوف المختلفة أحط عليها دايرة وأكتب بديل لها هنا بين قوسين يتماشى مع بقية الكلمات. طيب هنا أول سطر هي زي شي ميديسن، كلها ضماير زي ما انتم شايفين، ضماير فاعل ما عدا كلمة ميديسن، أحط عليها دايرة. ميديسن يعني شاطرين، يعني دواء، هحط عليها دايرة واكتب هنا ضمير زي الباقي، هيبقى يو او اي او ات او وي او زي، اي ضمير، لا زي موجود، ما ينفعش اجيب ضمير موجود. نمبر 2، سو جوت فول بروت، كلها افعال ماضي، بروت دي ماضي فعل ايه يا حبايبي؟ فعل برينج، يعني شاطرين، يحضر، كلها ماضي ما عدا فول. فول دي يعني لها معنيين، خدناها بمعنى فصل الخريف او يقع يسقط. طيب اجيب فعل ماضي، اجيب ماضيها يا اما اقول فيل، يا اما اجيب اي فعل ماضي تاني، ويستحسن تجيب ماضي الفعل الموجود اف اي ال ال. نمبر 3، مونكي ماذر فوزر سيستر، كلها افراد عائله ما عدا مونكي، قرد، احط دايره واجيب كلمه مشابهه لافراد العائله او بتكمل افراد العائله زي براذر او سيستر. نمبر 4، وات واي جوس هاو، كلها كلمات استفهام ما عدا جوس، يبقى جوس احط عليها دايره، اجيب كلمه استفهام زي وين او وير. تمام. نمبر 5، نير اباف هوتيل بيسايد، كلها ظرف مكان او حروف جر مكان ما عدا هوتيل، احط دايره على هوتيل واجيب هنا ايه بدلها، اجيب اندر، اجيب بيهايند، فاكرين بيهايند يعني بخلف، وهكذا. تعالوا نشوف القطعة بعد كده، القطعة قلنا سهلة وجميلة بنقراها مرة واتنين، وما تخافوش لو لقينا كلمة صعبة، بنفهم القطعة المعنى العام ليها وبنجاوب، ودايما إجابات الأسئلة كلها موجودة جوه القطعة. I am هشام، there is a new restaurant in our town, it opens daily، daily يعني يوميا خدناها، from 9 to 7 9 AM، 9 صباحا ل 7 PM. I had lunch there yesterday، أنا امبارح هناك تناولت الغداء. I had rice and roast beef، كل إيه؟ rice and roast beef. Their food is the best in the town، الطعام عندهم يعتبر الأفضل في المدينة. The restaurant is clean and the prices are good، الأسعار كويسة والمطعم نظيف. I am going to invite، كلمة invite يعني يا حبايبي؟ يدعو. My friend، ولو مش عارفينها ما تقلقوش، بس احنا واخدينها، invite يعني يدعو، أصدقائي there for lunch next Friday، هيدعو أصدقائه لتناول الغداء هناك إمتى؟ ها؟ next Friday، الجمعة القادم. تعالوا معايا نشوف الأسئلة. The restaurant is open daily، عشان هو هينا قايل لي daily أهو. طيب number 2، the prices are good أهي. كل الإجابات في القطعة. When is هشام going to invite his friends for lunch؟ هشام هيدعو إمتى أصدقائه لتناول الغداء؟ لسه قايلها لكم، next Friday. What did هشام have for lunch؟ هشام كل إيه في الغداء؟ برضو قلت لكم هو تناول هناك إيه؟ rice and roast beef. السؤال بعد كده دايما حبايبي بيبقى الباراجراف أو الإيميل، وطبعاً إحنا خدنا الاتنين وأنا عاملة في قائمة التشغيل بتاعتكم بتاع السنة 6، عاملة فيديو زي تكتب باراجراف وفيديو زي تكتب إيميل وقواعدهم بالظبط. هنا عاوز باراجراف، اتفقنا إن قواعد الباراجراف اللي هي البنكتويشن كلها موجودة في الفيديو، شوفوه، بنتبع جميع قواعد البنكتويشن، بتحسن خطك، بتسيب مسافة بين كل كلمة والتانية. نشوف بقى موضوع الباراجراف وبعدين نكون عنه جمل في دماغنا، مثلاً كام جملة كده بالعربي وبعدين نبدأ ترجم بالانجلش، هتلاقي نفسك كتبت كتير كتير، هو عاوز 7 بس 7 سنتين، ممكن تلاقي نفسك كتبت 10 جمل وزياده. يور سيستر هو از بابست، اختك اللي هي مزعجه او شقيه، اختك الصغيره، نعمل معاها ايه؟ طبعا هتقول اي هاف ا سيستر،
او تو سيسترز مثلا، اتنين اخوات. لو عاوز تقول ان اختك الصغيره هي اللي مزعجه هتقول ماي ليتل سيستر از ذا بيست. قول عمرها، قول عمرها هي از مثلا 7 ييرز اولد. ادي والتلات جمل اهوت. هتقول شي از ان جريد 2، هي في الصف الثاني. شي از ات مثلا احمد عرابي سكول او اي مدرسه قول اسمها. شي از ابيست اند شي بازرز مي، بتضايقني مثلا. شي فولو مي فولوز مي. خدنا كلمه فولو، فولو يعني ايه؟ اف او ال ال او دبليو، يتتبع دايما ماشي ورايا. فولوز مي افري وير، في كل مكان، وهكذا. بط في الاخر هتقول I love her very much، انا بحبها جدا. تمام. يبقى ادي كده جمل كتير اهوت جبناها، بتكون جمل كتير في دماغك وبعدين بترجمها بالانجليزي. السؤال اللي بعد كده الترتيب، بنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط. طبعا will يبقى لازم اللي بعدها الفاعل. will you، will you ايه بقى؟ وبعدين الفعل في المصدر، ها turn. will you turn on the TV. طيب نمبر 2، ها we are open daily، خدنا الجملة دي كتير. بس آخر سؤال اللي هو في الصفحة اللي بعديها عبارة عن البنكتويشن، ها الدبليو بتاعت هو، بتكتب الجملة كلها كاملة بس بتعمل العلامات اللي بنكتويشن بتعملها وانت بتكتب، وتحط تحت كل علامة خط صغير. هنا هنعمل واي، هو عامل الدبليو بتاعت الواي وعامل هاني، بس هو عاوز منك الايه بتاعت الكسندريا والنقطه في الايه. لا ده سؤال، واي يبقى سؤال علامه استفهام. هنا it isn't hot today سها، دي جمله عاديه طبعا هحط نقطه في الاخر. هو الـ طبعا الاي لازم تكون كابيتال، هو عاملها بس هحتاج هنا الابوصرف. تمام. وهحتاج الاس بتاعت سها، وخلوا بالكم الكومه دي لو ما كانش عملها كنت انت هتعملها، لان ما يجي اسم في اخر الجمله يبقى منادى لازم نحط قبليه كومه مش ابوصرف. تمام يا حبايبي، والابوصرف بتاعت ازنت. بس كده كده الامتحان يكون خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا يا رب، وان شاء الله نعمل باقي المحافظات، واي حاجه محتاجينها اكتبوها لي في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.